واغتنم هذه الفرصه لاؤكد على ضروره القيام باعاده النظر كما قلت في قانون الجمارك وكافه النصوص ذات الصله بما يجعله يتناغم مع الغايات التي ننشدها من القانون الجديد للاستثمار الذي نراهن عليه من اجل اقلاع تنموي واعد كفيل باعطاء الديناميكيه الاقتصاديه القويه لبلادنا والمستدامه من خلال تحفيز الاستثمار الوطني خاصه والاجنبي المباشر المدعم لجهاز الانتاج الوطني والذي لا شك انه سيساهم في خلق الثروه واستحداث المناصب مناصب الشغل وكذلك خاصه في التحويل التكنولوجي الضروري للمرور باقتصادنا الى المراتب التي نتمناها بين اقتصاديات الدول الاكثر تقدما.